عرض مغري من شركة بروج العقارية، خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. العرض اللي قلنا لكم عرض مغري من شركة بروج العقارية، عبارة عن شقة 3 غرف صالة، مساحة 160 متر مربع. المكان اللي متواجد فيه أنا مجمع عبارة عن بنايتين، كل بناية فيها تقريبا 20 شقة، في كل دور فيه شقتين وأيضا مصعدين. الخدمات اللي موجودة فيها ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مواقف مغلقة، مواقف مفتوحة، وأيضا بوابة إلكترونية بنظام 24 ساعة على مدار اليوم. وما ننسى أيضا في جلسات عائلية أيضا. والشيء المميز أنه في سوبر ماركت قريب جدا، يزبر قريب من الموقع. والمميز أيضا أضيف إلى ذلك أنه المنطقة اللي موجود فيها حي كاشستو التابع لمنطقة يمرة، جواهر مول قريب من الموقع، وايضا مول الفورم، المطار، يعتبر قريبين من الموقع ايضا. تعالوا نشوف على ارض الواقع اطلالة الشقة والمساحات التابعة لها. متواجدين الان امام البناية، تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل اكثر على ارض الواقع، تفضلوا معنا. زي ما شايفين باب البناية من هنا، ندخل إلى الداخل، وهذا المصعد، مصعدين في كل بناية. نديكم تفاصيل أكثر فوق، تفضلوا معنا. وصلنا الدور الثالث، زي ما انتم شايفين مصعدين في البناية، وعندنا شقتين في كل دور. بصولك الشقة هذه في الدور الثالث، شقة 3 غرف صالة، مساحة 160 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المواسير هذه نقدر نغطيها، نحط دولاب خاص بالأحذية والعبايات. المواسير هذه مواسير التدفئة. يميننا على طول الصالة، والمنطقة اللي أنا فيها منطقة موزع للغرف. في الموزع أيضا موجود ديكورات سقفية جميلة. نتوجه إلى الصالة. الصالة مساحتها ما نقدر نقول انها كبيرة، نقدر نقول 5×4.5 مساحة الصالة. مظبطين فيها حاجات حلوة، ديكورات سقفية بإنارات ليد، والواجهة الأمامية واجهة بحرية جميلة، شيء رائع. ما ننسى أيضا أنه موجود التدفئة المركزية في كل الغرف والصالة أيضا. وعندنا المنطقة هذه منطقة حاطين فيها ديكور جميل، نقدر نحط فيها تلفزيون في المنطقة هذه، يعني شيء جميل ومرتب. نتوجه إلى البلكونة من جهة الصالة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها نقدر نقول تقريبا 3×3.5، جاي على شكل ميلان كذا. على الديكور الواجهة الخارجية مسوينها للبناية بهذا الشكل. واجهتها حلوة وطلالتها جميلة على البحر. المنطقة اللي موجود فيها المجمع منطقة كاشستو، شيء رائع. نطلع من البلكونة، نتوجه إلى المطبخ اللي هو زي ما قلنا شرحنا سابقا أن البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. فنجي نخش من البلكونة إلى المطبخ. دواليب المطبخ جاية انه في قسم هنا وفي قسم اخر هنا، يعني جهة الثلاجة موجود، وعندنا الفرن، ومنطقة اللي هو غسالة الصحون. دواليب جميلة وديكوراتها حلوة ايضا، ومساحة المطبخ مساحتها جيدة جميلة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا.
يسارا هنا على طول عندنا دورة المياه الأولى وانت بكرامة بنظام أرضي. المنطقة هذه منطقة كبيرة حلوة، نقدر نستغلها نحط هنا مثلا دولاب أو أي شيء يحتاجه الشخص. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة ككل. دورة مياه متكاملة. مقابل دورة المياه هذه عندنا الغرفة الأولى. مساحات الغرف نقدر نقول وسط، يعني نقدر نقول 3×3 مثلا مساحة الغرفة هذه. بجوارها عندنا هنا الغرفة الثانية، نقدر نستغل الغرفة هذه نقدر نخليها غرفة ماستر أو غرفة أولاد. مساحتها أيضا نقدر نقول 3.5×4 ولها دورة مياه خاصة فيها وانتم بكرامة، مروش وكلوزد. وأخيرا عندنا الغرفة رقم 3 بجوار الغرفة هذه. كمساحة الغرفة هذه تعتبر أكبر من الغرفتين الأولانية، 3×4.5 تقريبا مساحتها جيدة. الغرفة هذه لها بلكونة خاصة فيها، إطلالتها من الجهة الخلفية إطلالة جميلة ورائعة، نقدر نقول إطلالة جزئية على الطبيعة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.